السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير على خير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غندير واحد الجولة في بريمارك. صراحة الله مدخلة بزاف الحويجات اللي زوينين، منهم هاد لا شوميزادي، لا اللون ديالها، لا التوب ديالها، غزال فن. صراحة الله اللي قرب عليه بريمارك يمشي يجيبها. شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي إليغانت، تلبس في المناسبات، تلبس مهم، زوينه زوينه زوينه. التوب ديالها الا مشيتو قلبتو غتقولوا سوم شانيل عندها الحق. توبها زوين خفيف، يعني ماشي واقف ولا شي حاجه، توبها طايح كما تنقولوا. هاد السيل هذا ديال القوامش يعجبني انا، وحتى اللون ديالها الخضيضر زوين. صراحه الله فنه، ما عندي ما نقول، مع واحد البونطالو كلاسيك نوار هو هذاك، ولا مع جين على شله، جين بوي فريند ولا هذا، تجيكم فنه. مهم كل واحد يلبسها على حسب الذوق ديالو. انا سنوصل لكم الصوره، وانتم اللي بغى شي حاجه يمشي ليها. هادشي اللي كاين بالصحة والراحة. نخليكم مع الفيديو ولا مطولة لكم، إلى الملتقى.
كمشوا معايا صورت لكم بزاف الحاجات اللي كانوا زوينين داخلين، حاجه فن صراحه الله، وحتى الحاجات اللي كانوا في ستوك وتقادوا عاودوا جابوا منهم. مهم كان تما كاين بزاف الحويجات اللي هذا صورت لكم كلشي علاش ما خديت. هاد الفيديو هذا راه طويل، قسمته على جوج، لا برومي بارتي فيها الحويجات وداكشي، ولا دوزيام بارتي فيها لي ساك لي شوسور ولا لي فاليز باردون. وما تنساوليش من لي جيم، من البارطاج، ومن الكومونتيرات الزوينين ديالكم. هادشي تيشجعنا، تيخلينا نزيدو القدام، تيخلينا نفيقو بكري، نخرجو في هاد البرد. راكم عارفين شوية ديال التشجيع تيزيدنا القوة ويزيدنا الحماس ويزيدنا الشجاعة باش نوضو نصورو الفيديو، نتونسو مع بعضياتنا هكا، نتوما تونسو معايا وانا نتونس معاكم. شكرا لكم مرة أخرى، شكرا على الدعم ديالكم. بغيت نضحك معكم وصافي. نهاركم مبروك، إلى الملتقى.